فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم الصلاة إذا كان الثوب الدم يأخذ من الأنف؟ أنت ما أخذت قبل؟ طيب، الصلاة في الثوب الذي فيه دم من الرعاة صحيحة، لأن المسلمين يصلون في ثيابهم بدمائهم في الجهاد، والرعاة كثير في الناس، ولا بد أن يصيب الثياب منه شيء، فالصلاة في ثوب أصابه دم الرعاة جائزة صحيحة.